بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن قلنا في الحلقة السابقة أن المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار منه إنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فإنه لا يؤتى إلى قبره ويستغفر عنده، وإنما المسلم يستغفر الله والمذنب يستغفر الله في كل مكان وفي كل زمان، والله قريب مجيب غفور رحيم. وإنما قال جل وعلا جاءوك لأمر يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبوا التحاكم إلى غيره، فهذا فيه إساءة أدب واعتداء على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمجيئهم إليه تضمن الاعتذار مما حصل وطلب أن يعفو عن حقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فقد انتهى الأمر. وأما ما يذكر من ما ذكره العتبي المؤرخ أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم إن هذا الأعرابي توسل بالرسول واستغفر الله عز وجل، فرأى من رأى في المنام أن الله قد غفر له. فهذه قصة مكذوبة، أولاً لأن العتبي هذا ليس عالما، وإنما هو أديب ومؤرخ يذكر ما يقال دون تمحيص ودون معرفة بالصحة من عدمها. وثانيا أن السند إلى العتبي أنه سند مظلم كما قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، السند مظلم إلى العتبي. ثالثا أن الأعرابي هذا مجهول ولا يحتج بفعله لو صح هذا، فإنه أعرابي جاهل لا يحتج بفعله. رابعا أنه لو صح أنه حصل له ما طلب فإن حصول الطلب لا يدل على صحة حصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، فقد يعتى الإنسان ما طلب من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج، وقد يصادف قضاء وقدرا فيعطى مطلوبه قضاء وقدرا لا من أجل فعله الذي فعل، فحصول المطلوب لا يدل على جواز الوسيلة التي يعملها الإنسان إلا إذا كانت هذه الوسيلة شرعية موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى لوجدوا الله توابا رحيما، تواب كثير التوبة مبالغة، والتوبة معناها الرجوع، التوبة معناها الرجوع، التوبة هو الإنابة، فالله تواب بمعنى أنه يرجع على عباده ويجود عليهم بالمغفرة والرحمة والفضل. والتوبة من العبد هي رجوعه من الذنب إلى الطاعة ومن المخالفة إلى الموافقة. والتواب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك الغفور هو كثير المغفرة سبحانه وتعالى، والمغفرة هي ستر الذنب ومحوه وإبداله بالثواب بدل العقاب، وهذا
من فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه غفور رحيم لمن تاب إليه. ثم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. هذا رجوع إلى أصل القصة السابقة في شأن المنافق واليهودي. وقيل إنها نزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، نزلت في قصة طلحة، في قصة الزبير والأنصاري، قصة الزبير بن العوام والأنصاري رضي الله عنهما، لما تحاكم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب الحرة يأتي معه السير، وكان الزبير أعلى من الأنصاري، كان حائط الزبير أعلى من حائط الأنصاري، وكان هذه الشعبة تفيض بالماء على المكانين، لكن تبدأ بحائط الزبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فالأنصاري أساء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال العلماء: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول أراد أن يصلح بينهما، أراد أن يصلح بينهما، فلما لم يقبل الأنصاري، لما لم يقبل الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالشرع، وهو أن الأعلى يسقي قبل الأسفل ويحبس الماء إلى مقدار الكعب، ثم يرسل البقية إلى من تحته. هذا أصل القصة. وقد وبخ الله هذا الأنصاري قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الأنصاري صحابي جليل ممن شهد بدرا، ليس بمنافق، ولكنه أخطأ في هذه القضية، والمؤمن قد يصدر منه بعض الأخطاء، فالله جل وعلا عاتبه في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الله عز وجل، أقسم بنفسه بأن الناس لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يصح إيمانهم، لا يصح إيمانهم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، أفيما اختلفوا فيه من الاشتجار والاختلاف، ومنه الشجر لتداخل أغصانها. فالاشتجار هو الاختلاف وتداخل الحجج والأقوال والخصومات. وفي قوله فيما شجر بينهم، هذا عام لكل ما اختلف الناس فيه من صغير وكبير، في العقائد أو في المعاملات أو في المذاهب أو في المناهج أو في الأموال، فيجب إرجاع الخلاف أو الاختلاف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحكموك، يحكمونه صلى الله عليه وسلم وهو حي، ويحكمون سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فلا يتحقق الإيمان، إما الإيمان الكامل وإما أصل الإيمان حسب ما يقوم بقلب الإنسان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. ثانية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا. الضيق هو الحرج، فالمؤمن لا يتضايق من حكم الله وحكم رسوله، لأنه الحق، ولأن عاقبته حميدة. ولو كان الإنسان قد يتبرم منه أو يشق عليه حاضرا، لكن العاقبة حميدة. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.